بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة زهراء خباز. نحن في السلسلة التعليمية الخاصة بالصف التاسع مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وصلنا عند الوحدة الرابعة والتي تتناول الخوارزميات ولغة البرمجة C++. سنتحدث في الأول عن تطوير البرمجيات، وهنا تطوير لا تأتي بمعنى تحسين ولا تأتي بمعنى إنتاج البرمجيات. والشخص الذي يعمل في تطوير البرمجيات باللغة الإنجليزية يسمى software developer، سواء برمجيات خاصة بالحاسب أو برمجيات خاصة بالهاتف النقال. مراحل إنتاج البرمجيات أو تطويرها: نبدأ بتحليل المعطيات، ثم التصميم، ثم التنفيذ implementation، وبعدها الاختبار والفحص، وبعدها التحسين على هذا الإصدار الذي أنتجناه. نلاحظ أي تطبيق يتم إصداره والتعامل معه، في كل فترة يتم تحديث وتطوير هذا التطبيق دائما بما يناسب تحسينه والحصول على أداء أفضل. وأستطيع هذه الخطوات تدوينها بهذا الشكل: تحليل المتطلبات، تصميم، التنفيذ، الاختبار، التطوير. وبالمناسبة أنا من فترة قريبة حضرت مقطع على يوتيوب من قبل مطورة تطبيقات هاتف ذكي تقوم بشرح الخطوات اللازمة للحصول أو إنتاج تطبيق خاص بالهاتف الذكي، وهو نفسه يمكن تطبيقه على تطوير أي برمجية أو إنتاج أي برمجية. صحيح أن لغته كانت إنجليزية، ولكن الإنجليزية الخاصة بالمقطع كانت واضحة وشرحها كان وافي عن الخطوات التي تقوم بتنفيذها للحصول على برمجية أو برنامج أو تطبيق خاص بالهواتف الذكية. فهي هنا نحن هي تعرض بالتفصيل الخطوات، هنا نحن نذكر بالعموم الخطوات. فيوجد الكثير من الأمور التي تؤديها في تحليل المتطلبات والتصميم قبل أن تنتقل إلى التطبيق والبرمجة. للأسف نحن مجرد أن يخطر ليد أحدهم فكرة فورا يريد أن يأتي إلى التنفيذ والبرمجة، وهذا خطأ. أنا أحتاج إلى تحليل المتطلبات وبناء الخوارزمية اللازمة، ويجب أن أتأنى وأعطي وقتا لبناء هذه الخوارزمية، لأنه كلما كانت الخوارزمية التي بنيتها صحيحة يكون تنفيذي للكود أصح ولا أتعرض لكثير من الأخطاء والتعديلات. هنا عندي تعريف بما يتم، تعريف بسيط بما يتم في كل خطوة. طبعا دائما تفقدوا وصف المقطع، أترك فيه الموارد اللازمة بدعم الموضوع الخاص الذي أشرحه أو المرتبط به. هذه الخطوات الأولى، وفيها يتم دراسة وتحليل المشكلة لتحديد مدخلاتها ومخرجاتها وطريقة حلها، أو خطوة تحليل المعطيات. تقسيم البرنامج إلى أجزاء أصغر، ويستخدم الفريق الرسوم البيانية التوضيحية، هذه خطوة التصميم. عادة يتم فيها كتابة الرماز، التعريب لكلمة الكود هي رماز بلغة عالية المستوى، هذه مرحلة التنفيذ. ضمن ذلك اختبار البرنامج في ظل ظروف مختلفة للتأكد من أنه سيعمل صحيحا أو سيعمل عملا صحيحا أو سيعمل جيدا، نستطيع القول هي خطأ شائع استخدام بشكل صحيح أو بشكل جيد، خطأ ناتج عن الترجمة. نحن في اللغة العربية نستخدم مثلا سيعمل جيدا، سيعمل عملا رائعا، هكذا يعني. فهذه تأتي الخطوة الرابعة، الاختبار. البرنامج جاهز للإطلاق، ولكن بعد إطلاقه ستحتاج للتفكير في كيفية تطوير البرنامج، هذه مرحلة التحسين التي دائما يخضع لها التطبيق. وبذلك نكون تعرفنا على خطوات مترتبة من مرتبة من البداية إلى آخر خطوة، وكذلك تعريف بسيط بما يتم بكل خطوة من خطوات تطوير البرمجيات أو إنتاج البرمجيات. نأتي الآن إلى حل مسائل البرمجية. متى نخوض في حل مسائل البرمجية؟ عندما نتعلم لغة برمجة معينة، أي دورة من دورات قد تتبع مثلا دورة خاصة بلغة سي شارب أو لغة سي بلس بلس. فلكي تتمكن فعلا من هذه اللغة وتصبح قادرا على استخدامها بسلاسة، تقوم بإجراء أو بتطبيق حل مسائل برمجية. وكلما زاد عدد المسائل البرمجية التي تقوم بحلها تزيد خبرتك بلغة البرمجة هذه. كما هي خطوات حل مسألة برمجية؟ نقوم بتحليل عناصر المسألة، كتابة الخوارزمية، ورسم المخطط التدفقي. الخوارزمية مرت معكم وتعرفون ما هي، تحدثنا عنها في الصف السابع، وهنا سنعيد سنتذكرها قليلا من جديد ونتحدث. ستعرفون على أمر جديد هو المخطط التدفقي.
وننتقل بعدها للبرمجة، الاختبار وإصلاح الأغلاط. أنا بعد أن أبرمج ماذا أقوم؟ أقوم بتشغيل برنامج وأتأكد هل هو يعمل أم يوجد مشكلة معينة. هذه خطوات نفسها أطبقها عندما أقوم بحل مسألة برمجية. للأسف غالباً الأشخاص ينتقلون مباشرة إلى البرمجة، ولكن الأصح دائماً أن بعد أن أفهم المسألة، تحليل عناصر المسألة يعني أن أفهم المعطيات التي معي والطلبات التي أحتاج إلى حلها أو التي تحتاج إلى حل. بعدها بعد أن فهمت المسألة يجب أن أهتم بكتابة الخوارزمية. عندما تتعلم كتابة الخوارزميات تمتلك مفتاح رئيسي في البرمجة، لأننا نعرف أن الخوارزمية هي الخطوات الخاصة بحل أي مشكلة ويتم تنفيذها بأي لغة برمجة. فعندما تتعلم كتابة الخوارزميات ثم تكون لديك معرفة بلغة برمجة من هذه اللغات الكثيرة، تكون يعني أصبحت تمتلك مفاتيح البرمجة. لذلك اهتم بكتابة الخوارزمية الحل قبل الشروع في كتابة الكود. مهم جدا أن تتعلم كتابة الخوارزميات، هي مفتاح البرمجة. فيوجد لغات عديدة في البرمجة، لكن الخوارزمية هي اللغة الموحدة التي تجمع بين هذه لغات البرمجة. تستطيع تنفيذ الخوارزمية بأي لغة برمجية. هذا بالنسبة لخطوات حل المسألة البرمجية. ولاحظوا يوجد شرح لكل خطوة. ماذا يتم في خطوة تحليل عناصر المسألة؟ يقوم بمعرفة ما إذا كانت المسألة قابلة للحل من خلال فهم المشكلة وجمع المعلومات عنها مع تحديد عناصر المدخلات والعمليات والمخرجات. كتابة الخوارزميات مجموعة من الخطوات الواضحة البسيطة المنطقية المتسلسلة والمنتهية واللازمة لحل مشكلة ما. لاحظوا هنا عرفنا الخوارزمية، فالخوارزمية هكذا تعريفها، هي خطوات متسلسلة لها هدف وتكتب بعدة لغات وتنفذ خلال زمن منتهي. فنفس التعريف الذي أخذناه بصف السابع ولكن يأتي ضمن مصطلحات مغايرة قليلاً. رقم أو رسم المخطط التدفقي. ما هو المخطط التدفقي؟ وكما قلت سنتعرف عليه لاحقاً. يرسم تتابع الأحداث بأشكال رمزية وخطوط تمثل مسار عمليات البرنامج المنطقية، وهي ترجمة تخطيطية للخوارزمية. لاحظوا هي ترجمة تخطيطية للخوارزمية. على سبيل المثال عندما أقوم بدلك إلى عنوان معين، فقد أكتفي بسرد العنوان كيف تصل له الخطوات، وقد أقوم برسم طريق لك. فهذا الرسم هو تقريبا يقابل المخطط التدفقي. أنا أرسم أو أعبر عن خطوات الخوارزمية بالرسم. البرمجة عادة يكتب فيها البرنامج بلغة البرمجة، ويسمى البرنامج المكتوب بالبرنامج المصدر source code. يعني عندما أقوم بكتابة الكود الخاص ببرنامج معين هذا اسمه الكود المصدري source code. الذي يطلع على هذا الكود المصدري أو source code يعرف ماذا كتبت لي، طبعا المبرمج يعرف ماذا كتبت لي هذا البرنامج، يستطيع معرفة ماذا استخدمت. الاختبار وإصلاح الأغلاط. ينفذ البرنامج ويدخل عينة من البيانات، فإذا كان الناتج صحيحاً فالبرنامج صحيح، وإلا ينبغي مراجعة البرنامج وتصحيحه. يعني مثلاً أنا في الصف الثامن عرضت لكم كتابة لغة برنامج بلغة C++ لحساب مساحة المستطيل، كانت أو جمع عددين، كانت الخوارزمية مكتوبة وكان علي تحويل الخوارزمية إلى كود برمجي بلغة C++. فبعد أن كتبنا ماذا قمنا؟ قمنا بتشغيله، وبعد تشغيله أدخلنا قيام، وعندما وجدنا أن الناتج صحيح فبالتالي البرنامج صحيح. وإذا كان يوجد خطأ في الناتج فأنا أحتاج إلى مراجعة البرنامج وأستكشف الخطأ. هنا تذكير لحل المسألة، تذكير بالخطوات. إذن بداية تحليل عناصر المسألة، كتابة الخوارزميات، رسم الخطط التدفقي، البرمجة، اختبار الإصلاح والأغلاط. يعني تأكيد على الخطوات الخاصة بحل المسألة البرمجية. انتبه أن تفصل بين خطوات تطوير البرمجيات أو إنتاج البرمجيات وبين خطوات اللازمة لحل مسألة برمجية. وبذلك نكون وصلنا إلى الخوارزميات. تذكير بالخوارزمية. لاحظوا أن من صفاتها خطواتها واضحة وبسيطة غير معقدة، يجب أن تكون مفهومة. يعني لها بداية وخطواتها منتهية. لاحظوا الخوارزمية دائما لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، ليست مفتوحة النهاية.
غير مرتبطة بلغة برمجية محددة. كما قلت الخوارزمية يمكن تطبيقها في أي لغة برمجية، فعالة، جميع عملياتها قابلة للتنفيذ. لا يمكن أن تكون خوارزمية غير قابلة للتنفيذ، فماذا أستفيد منها؟ منطقية، تصف حالة عامة، يعني خطواتها عامة. تذكر الخوارزمية، هنا تذكير بتعريف الخوارزمية، هو نفسه مر معي إذا لاحظتم هنا خلال الحديث عن حل مسألة برمجية، فسواء حفظته من هنا أو حفظته هنا نفس الأمر. هلأ الآن عفوا، كيف أميز أو أفاضل بين خوارزميتين؟ إذا كان عندي خوارزميتين فعلى أي أساس أقول هذه أفضل؟ هناك أمران أنظر إليهما. بداية الفعالية من حيث زمن التنفيذ والمساحة المستخدمة في الحاسوب، الخوارزمية الأسرع هي الأفضل، والتي تستهلك مساحة أقل أيضا هي الأفضل، مع العلم أن مساحة التخزين لم تعد مشكلة حاليا. نلاحظ توسع في مساحات تخزين الحواسيب، تصل الذاكرة الداخلية لها إلى 1 تيرا، حتى على مستوى الهواتف الذكية نجد سعة في مساحة التخزين الداخلي للجهاز. عدم ارتباطها بلغة برمجة معينة، بل يجب كتابة خوارزمية بطريقة يمكن استخدامها بأي لغة. إذا عندما تكون خوارزمية سريعة ويمكن تنفيذها بأي لغة برمجة وليس لغة برمجة واحدة هي الأفضل. على هذا الأساس أو على هذين المعيارين أقوم باختيار بناء على هذين المعيارين أقوم بانتقاء الخوارزمية الأفضل. الآن عندي مثال أو مثالين عن حل خوارزميات. يملك سامر قطعة أرض مستطيلة الشكل، طولها، الطول بالإنجليزية ماذا معناه؟ لينك، وعرضها ويث. أراد بيعها بسعر X للمتر المربع، كم يكون سعر الأرض؟ اكتب خوارزمية المناسبة. لاحظوا هنا نفسها شبيهة بحساب مساحة المستطيل، ولكن أتت ضمن صيغة أخرى، فالمطلوب حسابة السعر. طبعا ماذا أحتاج إذا تعدنا قليلا عن البرمجة والخوارزميات؟ أنا في الحالة العادية لحل مسألة رياضيات مثل هذه ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى حساب المساحة، وهذه المساحة أضربها بسعر المتر الواحد، صحيح؟ فإذا أردت كتابة الخطوات على شكل خوارزمية، بداية عندي البداية، ثم أحتاج الطول، أن يدخل المستخدم للبرنامج الطول length، سميناه في المسألة length، ويدخل العرض width. بعد ذلك أحسب مساحة الأرض، وهي ماذا هي مساحة المستطيل؟ الطول ضرب العرض، سميته بالإنجليزية area تساوي length ضرب width. بعد أن حصلت على المساحة أريد حساب سعر الأرض، فأقوم ب price السعر، سميت سعر الأرض price يساوي area المساحة ضرب x. من هي x؟ سعر المتر المربع. بعد ذلك أحتاج أن يظهر الناتج على الشاشة المستخدم، فأطبع سعر الأرض price باعتبار أنني سميته price، وهكذا انتهت الخوارزمية النهائية. هذه الخوارزمية أستطيع تنفيذ خطواتها بأي لغة برمجة. عندي مثال آخر، اكتب خوارزمية نقل ملف من القرص C إلى القرص D. البداية افتح القرص C، حدد الملف الفايل الذي تريد نقله، اختر الأمر قص بالطريقة التي تراها مناسبة، افتح القرص D في مكان فارغ، اختر الأمر لصق بالطريقة التي تراها مناسبة. النهاية تقريبا هذه الخوارزمية الثانية هي عبارة عن أمر يعني أشبه بأن تنفذه أنت كمستخدم من أن تقوم بكتابته بكود برمجي، ولكنها تبقى خوارزمية باعتبارها تحقق تعريف الخوارزمية بأنها خطوات متسلسلة تقوم أو تهدف إلى حل مشكلة وهي منتهية لها زمن تنفيذ محدد، ويمكن تنفيذها بلغة برمجية. ونصل بذلك إلى المخطط التدفقي flowchart. نلقاكم في التسجيل القادم، ودمتم بخير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.